اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده معانا العدس، واحنا المصريين بندرس للعالم كله ازاي نعمل شوربه العدس على الطريقه المصريه. بالمستكه بقى، ياخد شعريه متحمره، شعريه مش متحمره، يتعمل فته. احنا شطار قوي في عمل العدس، والعدس على فكره بروتين نباتي قيمته الغذائيه عاليه جدا وامن، يعني من البروتينات اللي هي امنه. ولكن اذا كان في مشكله شويه في الدهون ايا كان، احنا نركز مع العدس. هنعمله النهارده مع الشعريه، وانا النهارده هعمله مع شعريه مش متحمره بقدر الامكان تبقى طبق الشوربه ده هيلسي. معانا كمان لحمه مفرومه النهارده، هنعمل صينيه اللحمه بالبطاطس ودبس الرمان، هتعجب حضراتكم. وتركات المغاز الطحينه مع دبس الرمان بيعملوا طبعا تيست عالي جدا، وخاصه لو في بطاطس شرايح متحمره مع اللحمه المفرومه. طبعا عروسه السفره في المطبخ الشامي سلطه التبول او الفتوش، لما بيكونوا موجودين على السفره يعني الكلام والحكايه بتبقى حلوه قوي. معانا النهارده الفتوش، هعمله بطريقه لطيفه مع الخضروات الشتويه، اذا كان الخس او الخيار او الطماطم او الرمان بتاعنا الجميل مع بتنجان العروس. ايه اللي جاب البتنجان، ايه اللي جاب البتنجان للفتوش؟ التفاصيل دي ان شاء الله هنشوفها في الحلقه بتاعتنا. وانا من دايما بكون حريص وانا بعمل طبق السلطه، بيكون لوحه فنيه بقدر ان انا اضيف له حاجات الاولاد بيحبوها. فلما يشوفوا الرمان مع البتنجان مع دبس الرمان مع السماء، اكيد السلطه دي يبقى فيها حكايه كده لطيفه وجميله تغنينا عن اي طبق تاني. خلينا نطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، بساطه سهوله مرونه. تعالوا شوفوا مع بعض ازاي تبقى السفره بتاعتنا بسيطه وسهله. ولكن عايز اقول حاجه مهمه جدا قبل ما اشتغل. دايما لما تخش المطبخ وهتعملي اكل زي اللي عمله النهارده، حطي في الاعتبار ان في الاسره او في ضيوفنا هيكون في اطفال، في كبار السن، لازم نحط في الاعتبار نعمل الاكل اللي يناسب اعمارهم وكمان ظروفهم الصحيه، دي مطلوبه. ما اعملش السفره مثلا ياكل منها اللي بيلعب رياضه، ما اعملش السفره اللي ياكل منها الطفل اللي عنده مشاكل صحيه وهكذا. طبعا معانا النهارده هبدا الحلقه بتاعتي بلحمه مفرومه وبرغل، هعمل صينيه الكفته نعملها بدبس الرمان مع البطاطس. تفاصيلها كتير على فكره، بس انا هبدا بيها الحلقه لان فيها شغل كتير. العدس مش هياخد مني وقت لان انا معايا جاهز مقادير على الشاشه. لحمه مفرومه، معانا برغل مغسول وبعد ما غسلناه سبناه ونشفناه من الميه، ومعانا بالشكل ده كده، ومعانا بقدونس، ومعانا دبس الرمان وطحينه وبطاطس وبصل وتوم وزبده، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل. اعتقد ان المكونات كتيره ولكن في متناول الجميع. اللحمة المفرومة تقريبا نص كيلو حسب عدد أفراد الأسرة، البرغل تقريبا نص كوباية بعد ما غسلناها بالمية الباردة وصفناها بقت معانا بالكمية ديت، ومعانا طحينة نص كوب ودبس الرمان معلقتين مع البصل والثوم وشرايح من البطاطس بتتحمر في الزيت. حلو الكلام؟ أهي عشان أكسب وقت وأقدر أعمل كل حاجة حضراتكم حابينها. أدي البطاطس معايا تقريبا اتشمعت واتحمرت، معايا حلة على النار بتغلي كالعادة، دي معايا كل يوم بحط فيها جزرايا بصلايا كرفصايا، كل دول مع بعض مع فص حبهان، يبقى عندي شويه شوربه حلوين اقدر استخدمهم زي ما انا عايز. حلو الكلام؟ طيب المقادير بتاعت صينيه الكفته، احنا دايما متعودين الكفته اللحمه بناكلها بطرق مختلفه، بس ايه المشكله لما اعمل النهارده صينيه اللحمه دي وتكون معاها صوص حلو كده بالطحينه بدبس الرمان، عدلها رز بالشعريه، عدلها شويه رز ابيض حلوين، عدلها العيش الحلو بتاعنا الشامي او العيش الرده زي ما احنا عايزين. هنجيب الكبه بتاعتنا، اللهم صل على النبي كده، وابدا ان انا افرم البرغل. البرغل ده حارس مرمى قوي جدا، بقدر استخدمه واستغل قوته في التماسك بتاعه. احنا عارفين البرغل ايه هو يا عم الشيف؟ طالع من القمح الخشن طبعا، في برغل ناعم وبرغل خشن اللي احنا بنستخدمه في الكبيبه. حلو الكلام؟ الدنيا تمام. اثبت، هو ده. طيب تعالوا مع بعض ناخد البرغل بتاعنا ده كده، عايزه مطحون ناعم شويه، دول حلوين اهمت، بنزل عليهم ببصل ناعم كاني بعمل كبه. عارفين احنا الكبه وراس الكبه الماليه اللي هي السوريه والشاميه عباره عن هبره حمراء
بتاخد برغل ناعم، فص ثوم، بصلاية ناعمة، شوية قرفة، ملح وفلفل، وبينضربوا في الكبة وينزلوا على المفرمة. كل دول كده نطحنهم مع بعض الأول. اللهم صل على النبي. اهو خلص الكلام. انا بعتذر عن الازعاج، انا اسف، بس كتير بيسالوا على السوشيال ميديا ازاي نعمل الكبيبه، ازاي نعمل كفته اللحمه بالصينيه، ازاي نعمل الكبه المقليه، ازاي نعمل كبه بالصينيه، ازاي نعمل كبه سماقيه، ازاي نعمل كبه باللبن. هي دي، شفت المفاجاه بقى؟ بعد الازعاج ده في طمانينه، الواحد بيتبسط. هي دي عجينه الكبه، اتعمل بالشكل ده كده، بناخدها زي ما هي كده يا عم الشيف، ونبدا ان احنا نشتغل مع بعض نعملها بقى بالصينيه زي ما احنا حابين. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. حلوه. اللهم صل على النبي. الله، اتفرمت جامد. لازم تكون عندك كبه شاطره زي دي كده، قويه يعني، بيقول لك يعني بيبقى الفولت بتاعها عالي علشان تقدر ان هي تفرم البصل مع اللحمه مع البرغل بالشكل ده كده. والسكينه تخليها على جنب عشان دي المساعده بتاعه الشطره، ونشيل الخلاط ده من هنا، واعتقد كده الازعاج خلاص. حلو قوي، خدت كده اللحمه جاهزه، وعندي البطاطس انا محمرها جاهزه عندي، هاخدها بالشكل ده كده برضو، عشان قلت لحضراتكم الاكله دي فيها شغل كتير. دي بطاطس متحمره اهي زي الفل، اللهم صل على النبي. وعند الصينيه اللي هشتغل فيها بحطها قدام عينيا كده. شوفي بقى التركايه، بحط هنا معلقه طحينه في ارضيه الصينيه دي، اهو معلقه طحينه عاديه خامه اهي زي دي كده. دي حاجه جديده، المطبخ ده رؤيه، فن، ابداع. حلو الكلام ده، كلام حلو قوي. ليه معلقه طحينه؟ هو ده الكلام الحلو. معلقه طحينه علشان المزازه وطعم الطحينه اللي هو معمول من زيت السمسم، لما يصطدم مع الجوس بتاع اللحمه المفرومه اللي انا هنزل بيه دلوقتي عليها، هيدينا صوص لطيف جدا اقدر ان انا اغمس بيه العيش، احط على الرز. الكفته اللي هي تعتبر نقول عليها الكبه، مكوناتها هبره حمراء، ومعانا برغل وبصل وتوم وورق نعناع والطعم الجميل الحلو، ومعانا التركايه المغازي بقى هنعملها بطريقه مختلفه، صينيه مع البطاطس مع دبس الرمان. جبنا كاسروله كبيره يسمح بدخولها للفرن، دهناها من تحت بالطحينه مع معلقه زيت زيتون عشان الطحينه تبقى خفيفه شويه، تبقى معانا بالشكل ده كده. وايدك في الميه يا ست الكل كده، بتاخد حته اللحمه وتسويها كده. وجود الميه جنبك هنا، ميه ساقعه من الحنفيه، بتسلك ايدك من حته اللحم بالشكل ده كده. وتخليها ترفع شويه فوق على جدار الكاسرولة علشان البطاطس تتغمر جواها مع دبس الرمان.
تقدري تحطي بقى عليها شرايح من الطماطم، تحطي عليها شرايح من الفلفل، شرايح من البصل زي ما انت حابه. تاني ولكن السر هنا والتركايه هنا، لازم البرغل ده يتجاب يتغسل بميه ساقعه عاديه من الحنفيه مش ميه سخنه، خلي بالك. وبعد ما تغسليه مره واتنين تصفيه بمصفى ناعمه وتخليه على جنب عشان نستخدمه مع بعض. شايف حته اللحمه حلوه ازاي؟ هو ده. ناخد شرايح البطاطس الحلوه نرصها كده بالشكل ده كده. الصوره معانا حلوه يا شباب. نشيل دي من هنا، هنقول لي ممكن دي نستخدمها ونعملها ايه، مفيش مشكله احنا مع بعض. هعمل انا صوص لطيف دلوقتي من دبس الرمان والثوم والبقدونس ينزل على وش البطاطس دي. هتسيبي كل حاجه وتاكلي من الصوص اللي انا هعمله ده كده. ده المطبخ، انك انت ازاي باقل تكلفه ممكنه تقدري تعملي اكله لها شكل تاني ولها طعم تاني، وتكوني حريصه في ان هي تناسب كمان كل الاعمار، الصغير قبل الكبير والكبير قبل الصغير وهكذا. دي البطاطس اهيت، رصيتها بالشكل ده كده. نعم يا غالي. لا مش لازم، بيقول لي هتعمل طبقه لحمه تانيه على الوش. لا انا هكتفي بدي بس. حلو الكلام. ونجيب كسرولة كده سريعة، اللهم صل على النبي، نحطها هنا كده ونحط على الكسرولة دي يا عم الشيف في بصل ناعم، فص توم ناعم، شوية دبس الرمان حلوين. طعم هنا والجديد هنا. حلو الكلام. معلقة هريسة حلوة. الله. وانا شغال كده اهو، شويه الملح الحلوين، شويه البقدونس الحلوين، عايزاها سبايس هنا ممكن تحطي شطه زي ما انت عايزه، فلفل وبابريكا كل ده. طبعا الطعم اهو، بابريكا فلفل، ونقلب دول مع بعض يا عم الشيف بماء مغلي. الله الله. بس خلاص نقلب دول كلهم مع بعض كده. ده الجديد ودي شطارتك في المطبخ. ناخد الخليط ده كده حلو، بنوزعه كده. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، شايفين الشقاوة المطبخ؟ شغلة. بطاطس هنا عامت. لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك. معانا طماطم، معانا فلفل الوان. للأمانة ايه المكونات هنا؟ لحمة مفرومة نص كيلو، تلت كيلو، ربع كيلو حسب عدد افراد الاسرة، برغل كوباية غسلناها وسبناها بعد ما غسلناها نص ساعة، خلطنا اللحم مع البصل مع التوم في قلب الكبه زي ما شفت حضراتكم قبل الفاصل، جبنا بطاطس حمرناها، معلقتين من الطحينه بالشكل ده كده، وهندخل دي الفرن دلوقتي. شفت الصوره الحلوه دي؟ لوحه فنيه تقدري تتصوري معاها سيلفي. درجه حراره الفرن عندي 180، والفرن يكون درجه حرارته عاليه جدا مسبقا. ناخد الصينيه والكسروله الحلوه دي كده اهي، الخير كله فيها، فيها نشويات، فيها بروتينات، فيها كل حاجة حلوة. هندخلها في قلب الفرن كده. بص عليها نظرة الوداع. يلا يلا صلي على الحبيب. ايه الجمال والحلاوة ده من قلب الفرن. هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف شوربة احنا المصريين بوجود العدس من الأرض الطيبة مصر والقرآن الكريم اللي قال، فاحنا بنبدع في عمايله، نعمله شوربة بالعدس بالشعرية، نعمله فته، نقدر نعمله برجر، نعمله خبز العدس زي ما احنا عايزين. العدس الاصفر معايا من خير ارضنا وشعريه. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع لشويه شوربه العدس بالشعريه، بصراحه انا مشتاق ليهم. تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، عايز اعمل عروسه السفره يا اما تبوله يا اما فتوش. دي بجد اللي فيها شغل كتير، يعني سلطه التبوله بيتفرم لها البقدونس الناعم ويتاخد لها البرغل مع عصير الليمون مع زيت الزيتون مع البصلايه مع طبعا البهار الحلو وتبقى تبوله. اما الفتوش تفاصيله كتيره. تعالوا شوفوا المقادير على الشاشه: خيار، طماطم، رمان، بتنجان هنحمره في الزيت، بصلايه ناعمه، سماق، دبس الرمان، نستخدم مع الصوص بتاع الفتوش معلقه طحينه زي احنا حابين عشان دبس الرمان تبقى شخصيته قويه، نحط ورقتين نعناع اخضر او نعناع يابس مفيش مشكله، زيت زيتون وعصير ليمون. خلونا الاول نحمر البتنجان. حلو الكلام. اخبار الزيت ايه؟ جيبولي سماق يا شباب. هناخد البتنجان ده كده يتحمر في قلب الزيت. فتوش يا شيف بتنجان. حلو قوي. ونجيب الكسروله بتاعتي الجميله الحلوه او السرفيز اللي انا هقدم فيه السلطه معايا بالشكل ده كده. اول حاجه معانا الخس، الكابوتشا الحلوه دي كده بنحطها كده الشكل الجميل، لوحه فنيه اهي. نعم، لا العدس جاهز معايا، انا بس هخليه مفاجاه للساده المشاهدين لان العدس عايز وقته طبعا، فهو جاهز معايا بس هنشرح ازاي نحط الحله على النار فيها المكونات وفي الاخر هتكتشف معانا ان في عدس جاهز. عايز تبص عليه؟ حاضر. مش حرمك من حاجه. شوف العدس هو بيغلى على النار. كهرمانه كهرمانه يا شفيق. ايه الحلاوه دي؟ عينيا. ده بعد ده لما ياخد الشعريه. انا من الناس بقى اللي بيحب الشعريه جوه العدس مش متحمره، تبقى شخصيتها قويه. اللهم صل على النبي. جاء وقتك وجت ايامك يا عدس. هنخلينا كده زي الفل. تمام، تعالوا مع بعض نشتغل في الفتوش. ناخد الخيار بتاعنا الجميل الحلو. انا بحب الخضار كده مرصوص بالشكل ده كده. طماطم، طبقات طبقات يعني. معانا عيش متحمص. شفت الجديد بقى؟ كلنا واخدين فكره عن الفتوش ان هو بيتقلب كله مع بعضه، بس انا حابب ارص كل حاجه لوحدها كده. الطبق بالتاكيد هيبقى شكله حلو بالشكل ده كده. وارجع تاني احط شويه خيار. وارجع تاني واقول لك شويه طماطم. حلو، معانا البتنجان بيتحمر في قلب الزيت. الرمان طبعا بعدين هنحطه. نخليه كده، نجيب زيت الزيتون هنا. الله، هو ده. زيت زيتون، عصير حامض، دول اساس طبق الفتوش. بقدونس مفروم ناعم. ده زيت زيتون. عصير حامض اللي هو عصير الليمون. اللهم صل على النبي. بصلايه مفرومه ناعمه. شوية الملح الحلوين، دبس الرمان سيد الموقف هنا. الله الله يا شيف مغازة، انت بتستخدم دبس الرمان كتير لأنه طعمه قوي والتست بتاعه عالي، فبيدي طعم للسلطات للأكلات اللحوم بالذات. زيت زيتون، عصير ليمون، دبس الرمان، حبين فص توم ني يبقى لطيف وجميل بيعلم من طعم الفتوش. لسه ما خلصتش. شفت الخليط وقوامه زي الفل. هشيل ده كده من هنا. البتنجان اخباره ايه؟ هي التحميره دي اللي انا عايزها. ولازم البتنجان يتحمر في زيت شديد الحراره عشان ما يشربش منك زيت، ترش عليه رش دقيق حلوه يوم ما يجمعش زيت. باخد البتنجان ده بحط عليه سنة بابريكا حلوة، شوية فلفل حلوين، شوية كمون وبابريكا، وأقلبهم بيدي كده. ده البتنجان أهو. ببدأ أرص هنا كده. إيه طبق الفتوش اللي فيه كل حاجة ده؟
والبتنجان ابو قلب ابيض. حلو قوي. معانا الرمان بتاعنا يزين الطبق الحلو ده كده. الله، لوحه فنيه فيها كل حاجه، فيها الخبز المحمص، فيها الرمان، فيها البتنجان. وادي الخبز المحمص التاني بتاعنا، ده خبز شامي اللي هو بتلاقوه ابيض. عايزه تعمليه باي نوع خبز انت حباه مفيش مشكله. بس ده بيبقى ده سهل على السنان يعني واحنا بناكل. التاني لو احنا حمصناه بيبقى قوي على السنان، ده المقصود من الكلام. التاني ممكن نستخدمه في طبق فته شوربه هنا هتلينه. حلو الكلام. ننزل بشويه دبس الرمان هنا كده. يا دلعك يا شيف يا دلعك. حلو قوي. ناخد الصوص اللطيف ده كده، اللهم صل على النبي، وننزل بيه طبعا على وش السلطه دي. طبعا على فكره عايز اقول حاجه مهمه جدا قبل ما ننزل بيها. خلاص جوزك وصل بالسلامه، الباب بيخبط، جرس الباب بيرن، تبداي تحط السفره بتاعتك وتحط الدريسنج بتاع السلطه على السلطه، وخاصه لو فيها ورقيات زي الفتوش، زي السلطه الخضراء، الحاجات دي مهمه جدا. تبوله، لان اول ما بتشم زيت الزيتون وعصير الليمون بتهبط على طول. حلو قوي. بألف هنا وشفا للي ياكل. زي دلعها بقى انت. بص انا هشتغل في الشوربه العدس. شفت السلطه دي؟ زي الفل تمام. نحط شويه رمان عينيا. حاضر. حلو قوي. دي السلطه بتاعتي. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل شوربه العدس، او نعمل العدس بالشعريه. احنا المصريين شطار في عمايله. بعد ما نشوف عروسة السفرة الفتوش، هستأذن فريق العمل نشوف ازاي مقادير العدس بالشعرية. سميه شوربة بقى، سميه عدس بالشعرية، سميه الطبق المصري الأصيل، خير الريف المصري والصعيد المصري، زي ما انت عايزة. طبعا التايم بتاع الحلقة مستحيل شوربة العدس تكون جاهزة فيه، معانا جاهزة زي الفل اهيت، ولكن هعمل تركاية واحنا شغالين مع بعض. عينيا. حاضر. حل على النار بالشكل ده كده. حلو. بحط فيها معلقة زيت صغيرة. أنا من الناس اللي بيحبوا البصلة تتحمر قبل ما ننزل بالعدس للأمانة. هتقولي ليه يا مغازي؟ علشان ما شمش ريحة البصلة في شوربة العدس، خلي بالك. فلازم طاسة شديدة كده. وهي بتتحمر أنزل بفص توم. حلو. شوربة العدس بالشعرية. التحميرة دي مهمة جدا. مشاكل الكولون مع العدس، الناس اللي عندها مشاكل مع الكولون استخدم الكمون، وده طبعا مفيد جدا. بصلاية تتحمر. حلو. ننزل بشوية طماطم حلوين دول كده. كهرمانة. نعم يا غالي. ممكن نحط جزر، بس بصراحة أنا مش بحبه مع شوربة العدس، بيخطف الطعم. أنا أكتفي بالطماطم بس وأنا شغال كده. طبعا مطبخك لازم يكون رايق، تبقي رايقة وفايقة كده وأنت واقفة في المطبخ، متكونيش واقفة غصب عنك، وأوعي تخش المطبخ وأنت متضايقة. العدس بتاعنا الجميل أهوت، الشعرية بتاعتنا اللطيفة الحلوة. حاضر يا غالي. عايز أشوف اللحمة. الفتوش الجميل، العيش المحمص جنبيها، اللي عايز يزود مفيش مشكلة. حلو. اللهم صل على النبي. والرمان بتاعنا هنا. شوفوا كل ده وانتوا واقفوا في المطبخ زي الحلاوة. أنا كل ده وقت طبعا على دمية السبك. عينيا. حاضر. ناخد العدس بتاعنا بعد ما غسلناه بالشكل ده كده. شفت العدس وهو نازل في الحلة بيتكلم مصري. العدس. بروتين نباتي آمن. مشاكله مع الكمون، مشاكله مع الكولون شوية كمون حل المشكلة. العدس ده ممكن نعمله عيش، ممكن نعمله طبعا برجر، العدس أبو جبة اللي احنا عارفينه ده أساسي في الكشري طبعا، أساسي. شفت التقليبة دي مهمة جدا. الله. مكعب زبدة كده. الشوربة جاهزة، وبمجرد ما بيستوي طبعا
يا اما تسيبيه لما يبرد وتضربيه في الخلاط. اه الشكل ده كده، ونشيل دي من هنا وناخد الشوربه بتاعتي الجميله الحلوه. الله اهي، يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، هو ده خلص الكلام. اه شوفوا الدنيا هنا عامله ازاي بقى. اه خلاص دي شوربه العدس. بعد ما بتستوي لك حريه الاختيار، عايزاه تعمليه فته خليه تقيل شويه، عايزه تعمليه بالشعريه خليه خفيف شويه، عايزه تعمليه شوربه، في ناس تحب شوربه العدس تقيله وشوربه العدس خفيفه، عايزه تكليب العيش وتعمليه ودن قطه خليه تقيل شويه، وهكذا. احنا معانا العدس اللي احنا عاملينه ده كده خفيف اهو، اهو اهو واخد الطعم واخد الكمونه واخد البهارات جاهز. اهو 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 ده قبل وده بعد، بنزل بشويه شعريه اهو 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 اهو، شويه صغيرين انا مش عايز كتير. اهو ليه ما حمرتش الشعريه يا شيف؟ اهو ليه ما حمرتش الشعريه يا شيف؟ انا مش بحبها متحمره في الشوربه. اهو شوفي بتغلي ازاي. اهو اهو انا عايز تشوف صوره حلوه. اهو اهو بس خلاص كفايه عشان ما يتقلش معايا، بس خلاص هي الشعريه عايزه لها دقيقتين على النار، خلاص زي الفل. نعم ممكن على فكره القوام تقل شويه ازاي بمجرد ما حطيت الشعريه. اهو اه 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 انا هجيب لك دلوقتي طبصيه على الكنترول. حلو. اه اه الله، ده عايز بقى عصير الليمون يا غالي، وعايز الليمون المعصفر، ونقدر نعمل فته العدس. على فكره احنا معانا من بدايه من الاسبوع الجاي ان شاء الله هعمل لحضراتكم كل اسبوع طبق عدس مختلف. اه طبق عدس مختلف كل اسبوع، يعني يوم في الاسبوع كده. اه بمناسبه قدوم الشتاء. اه زي الفل، نشيل كل ده من هنا ونجيب طبق التقديم لأحلى طبق مصري وبيتكلم مصري، العدس الجميل بتاعنا. نعم والله اختياري، ممكن تحط بقدونس ما تحطش حسب الرغبة. موضوع البقدونس على شوربة العدس ده ممكن نحطه جنبينا كده واحنا قاعدين على السفرة، وعصير الليمون كالآتي برضو. اه نعم يا غالي، والله بصراحة أنا عايز أشيل الحلة وأغرف على طول في الإيه. حاضر يا فندم، انا عارف انت عايز تشوف الصوره، المخرج عايز يشوف صوره حلوه. شيب بقى الشوربه تلدعه ما تلدعوش براحتك. اهو بص يا غالي، صل على النبي. اهو 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 ايه الحلاوه دي يا مغازي؟ اهو اهو بص على الحلاوه، والله العظيم العدس نازل في الحله بيتكلم مصري. ايه الحلاوه دي؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا عارف كل اللي بيشوفني دلوقتي هيقوم يعملها. اهو 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 بتغلي في الحله. اهو اهو كفايه كده زي الفل تمام. الله حلو قوي. طيب عايز اعمل حاجه حلوه دلوقتي، اطلع اللحمه اللي في الفرن نشوف اخبارها ايه. عايز تشوف القوام في قلب الحله؟ عينيا. اه ولكن عصير الليمون على السفره. انا مش ضد، لا انا مع حسب المزاج، اللي يحمر الشعريه يحطها في العدس او يحطها عينيا حسب الرغبه، لان لو حمرناها بتغير من طعم الشوربه. حطيناها نيه زي ما هي بتدي قوام وبتبقى صحيه، ده اختياري بقى، لانك هتحمريها يا اما في زبده يا اما في زيت، والعدس بريء من الدهون دي خلي بالك. اه قولي قولي ولا تخبيش يا زين، ايش تقول العلم؟ عظيمه يا مصر، عظيمه يا مصر يا ام الدنيا. بقولك ايه، بص على الفرن كده بالله عليك، بص على الفرن وشوف شهوة المطبخ. لحمة مفرومة معاها برغل، معاها طماطم، اللون الأحمر الحلو اللي بيفتح النفس ده أهو حلو. إيه الجمال ده؟ طماطم، فلفل الرومي الأحمر، حياة حلوة. تعالوا نطلعها مع بعض زي الفل. أه الله، أنا حاطط العدس في المقدمة عشان يبقى هو سيد السفرة. خلي بالكم بتبدأ السفرة بتاعتك بتبصية الشوربة الحلوة. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ أه صلى على الحبيب قلبك يطيب. الله الله اهو. الف هنا وشفا للي ياكل. حلقتنا النهارده بتفاصيلها بالخبره الطهويه، مش مطلوب منك انك انت تبقى في المطبخ بالسرعه دي، انا معايا مخرج ومعايا فريق عمل ملزم
ولازم ان انا اسمع الكلام واكون حريص على وقت البرنامج عشان في التزام بالتايم بتاع الشاشه، ولكن انا دوري ان انا اقدم المعلومه لحضراتكم، وانت في المطبخ بقى سيده المطبخ، انت المملكه بتاعتك، تقدري تعملي كل حاجه بتكنيك عالي، محدش هنا بيسحمك في الوقت. الشوربه دي على النار اهي بتستوي، اللي انا ضربتها في الخلاط وطلعت معايا بالشكل ده كده، البصل حمرته في زيت زيتون وزبده، وبعدين نزلت بالثوم بالطماطم بالعدس، كل ده مع بعضه، انك تضيفي جزر او رز حسب الرغبه، بس انا ضد ان احنا نحط رز في شوربه العدس. وعملناها وضربناها في الخلاط وقدمناها لحضراتكم، وعملنا سلطه فتوش عروسه السفره الشاميه، شكلها جميل، لوحه فنيه فيها كل المكونات، وطبعا صينيه اللحمه الجميله اللي فيها البطاطس، اللي انا شخصيا بحب البطاطس واسيب اللحمه، واخده طعم الدبس الرمان والفليفر الحلو، وشويه الحب للمطبخ ده مهم جدا على فكره. مطبخنا لطيف وبسيط، وكل المطابخ العالميه تقدري تخش تعمليها بالطعم المصري، حتى لو تعملي اكل صيني تقدري تعمليه بالطعم المصري، اكل هندي تعمليه بالطعم المصري، زي ما انت حابه، لان معاكي شيف شاطر اسمه الشيف المغازي. رؤية فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.